استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بحضور سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم ومعالي الشيخ خالد بن أحمد الخليفة وزير الديوان الملكي وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية هذا اليوم في قصر الصفرية سعادة السيد ستيفن كريغ بوندي سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة. وقد استعرض صاحب الجلالة مع سعادة السفير الأمريكي خلال لقاء العلاقات الثنائية الوثيقة ومواصلة إليه من تقدم رفيع في مختلف جوانب التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وأعرب جلالة الملك المعظم عن اعتزازه بما يجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية من علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية قوية تمتد لتاريخ طويل من التفاهم والاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة. كما أشاد جلالته بالدور المحوري الفاعل الذي تطلع به الإدارة الأمريكية في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتعزيز السلم الإقليمي والعالمي.